الشيء وبعتوني بعد العيشي لا اشتري خسوت وتلتقيت بواحد مبسوط عم يعمل مقالب لا مغلوب ولا غالب حبت ستي ام مسعود هي وعمتي ام محمود لو كانوا بعرسها هي وشافوا الكاميرا الخافية كانوا بعرسها هي وشافوا الكاميرا الخافية عم بتصور هون وهون من الصبح لعشية صورني صور صورني خد مني ودي وما تسيبني صورني صور صورني خد مني ودي وما تسيبني خلي المصاب كده احمد بن فرفش يا بوي الفرفشة فيه فرفش يا بوي الفرفشة فيه لا تغمزني بعينك لا تغمزني بعينك الكاميرا ما بيني وبينك لا تعصب الله يرضيك طول بالك شوية شكوكية شكوكية ليك الكاميرا الخافية نحن بنعرف شو اللي صار خلي روحك هادية هون فصول وهون فصول هون فصول وهون فصول هذا الشغل مو معقول هذا الشغل مو معقول لازم نرجع ناكل فول الكاميرا شغلها على الأصول لازم نرجع ناكل فول الكاميرا شغلها على الأصول طيب شي ونمشي من الصبح لبعد العشاء طيب شي ونمشي من الصبح لبعد العشاء عم نصور مقالب بالضحك الحلو مزركشه طيب شي ونمشي أنا خلاص من اليوم ورايح إذا بدي أشتغل على الإنترنت ما عاد أشتغل غير ببيتي قال إجت الحزينة تفرح ما لقيت لها مطرح حملت حالي ورحت على مقهى الإنترنت تبع زياد شوفوا شوفوا شو بيصير فيه الواحد هنيك عن جد شوفوا انت مو قالوا لك عساس جيب البرغل البرغل اه جبته ايه جبته كم كيلو الكيلو ب10 جنيه كثير مو كثير لا مش كثير اه مش كثير لانه بينفش هاد الفواكه جبتوها الفواكه جبنا التفاح دايق من صوتنا شيء اكيد يعني طيب حط السماعة مش عايز عشان ما تسمعنا لا مش عايز اه مش عايز اسمع للسماعة ولا اسمع جبنا التفاح والموز طب ممكن تفضل تاخدوا تطلعوا برا طيب ممكن تطلعوا تكلموا برا انا لازم تكلموا خدوا على جنب كلموا انا بشتغل بالمحل هو لازم ضل يعني طب بتشتغل محلي المفروض تروح على زمان المحل ايه يعني بس انت هلا كمل في عندك شيء يساعدك بشيء لا متشكر اه متشكر لو سمحت طب ليه كده بندق لا احنا خلينا بحديثنا ايه ايه لا مش هينفع كده لو سمحت شو صار معنا انت بتشتغل في المحل؟ ايه انا بشتغل طب هات فلوس ما تروحش معنا حبيبي نحن شغلتنا انا وبندق نص ساعة بنكون خالصين السيارة كلياتها اللي عندنا لا معلش بس انا بنحكي عارفين طب هات فلوس اجرك من نص ساعة ها؟ هات فلوس اجرك من نص ساعة طيب رجع بعد نص ساعة لا ايه شو صار معه؟ طب بصيلي طيب ما ينفعش كده ركب العربية ايه ومشي بيها ايه لا مش هينفع كده مش هينفع اكلمك مش هينفع اكلمك ايوه ها هات الفلوس طيب وبعد كده بكلمه براحتك فلوس ايه يا عم مش هينفع كده انت ايه شايف نفسك ولا ايه يا عم هات الفلوس يا عم لا تعصب الله يهديك طول بالك شوية شكوكية شكوكية لما بحها ما جابش حاجة أبدا إذا صعب عليك شيء قولي لي أنا بدي بساعدك إيه وينك؟ ها؟ ها؟ طولي بالك خلاص الفلوس في الصندوق حط في الصندوق طبعا يعني أنتوا جايبين الناس تزهقوها وتمشوها يعني وتاخدوا منها فلوس ولا إيه؟ يا أختي ما فيها شيء الشغلة عم ندلك نحن وعم نحكي بسيرة أنا وبندو ما أنتوا ماسكين الجهاز اللي أنا شغالة عليه وعمالين تشوفوا بتعملوا فيه إيه؟ بس لك قص بوصل لك وين الشغل اللي أنا عاملاه عليكم بيوت؟ عادي ما هو عادي كملي شغلك اكمل شغلي ما انت بوصل شغل اللي انا بعمله احنا شغلتنا ربع ساعه بنخلص السياره اللي بيني وبينك وانا اقعد استنى لما حضرتك انت وهو تسيروا مع بعض ولا ايه ما حنطول بس سيارتين بس في سيارتين عنا كملي وبساعدك انا اي شيء اي لا مش عايزه حد يساعدني عايزه فلوسي دلوقتي الفلوس فاتوا على الصندوق صعب صار يطلعوا حطيتي كلمه سر انت ما حطيتش كلمه سر هلا بنشيله البرنامج بندق ابن عمو لو سمحت عايزه فلوسي فلوس شو اللي انتوا خدتوها مني قديش ما الفلوس في الصندوق بالصندوق صاروا طب مالنيش دعوه انا عايزه فلوسي دلوقتي الصندوق بالطاحون مالنيش دعوه الطاحون مسكر لو ما جبتليش فلوس مش هتعرف هعمل ايه دلوقتي قلت لك الفلوس في الصندوق هكسر لك الصندوق واكسر لك الاجهزه اللي عندك قديش لك فلوس عايزه الفلوس بتاعت النت بتاعتي
خلص قصينا اربع خمس ايام. بقول لك انت وهو في ايه بالظبط؟ ما في شيء. شو قال له ايش؟ طب وحياه ربنا لو فلوسه ما جات لا شوف اعمل لكم ايه. بقول لك بصي بصي الكاميرا الخفيه. وامشي امشي. شو وينهم هدول؟ هلا كانوا هون، وين راحوا؟ اكيد راحوا يحضروا لهم شيء مقلب. تعالوا نشوف. ما اسمك؟ سهى تيناوي. سهى تيناوي مش شفت المبيعات؟ هلا نحن لوحاتنا موزعه بكل سوريا، بكافه انحاء مدينه سوريا. مساحه اللوحه تبعنا 3 ب 6 18 متر مربع. كم عمقها؟ مسطحه مسطحه؟ هي مستطيله. كي ما مهمتك؟ انا مهمتي التنسيق. انت تضيئينا؟ لا، في ورشات بتركب الاعلام، انا بنسق عمل هالشيء. هذا حدائق مو منسقين، منسقين يعني منزبط كيف الورشات بدت، كيف هاد بدنا نبعته نعمل منه صوره. يوجد الاعلان وصورتك على الاعلان جانب صورتي انا المنتج؟ لا صورتي لا، مو على الاعلان صورتي. ليش؟ صورتي الصورة اللي انت بدك تحطها. ما انت تصنعينها؟ إيه لا، انا بصنع، انا وراء الكواليس. تقفين وراء اللوحة. قدمت لك العرض، انت حابب تنزل معنا انه تشترك معنا بالاعلانات بالاعلان، تنزل هالصور تبعيتك على لوحاتنا، بتفق معنا. صورتي؟ لا، هدول الصور المنتج هذا اوتيل. انت المنتج دفر اوتيل. المنتج تمور. إيه شو كان اللي هو شو؟ نمور. نمور نمور نمور. ممكن هذا الكلام يتحقق؟ ليش لا؟ انت حابب تحط للحدائق اعلان للحدائق فهد نمر اللي هو سعدان. سعدان جميل. سعدان سناس. جميل كثير. انا عندي نمر. ايه تشوفي هلا هون موجود جوا بالغرفه. بخاف، انا بخاف ليس من كبيرا، عمره 3 سنوات. اخاف من النمور. لا لا، تريد تصوري على الجوال. لا اريد تصوير. دعيني اجيبه لك لحظه شوي. عادي لا بنخاف نحن. لا تخاف. لا يؤذي أصدقائي. ما بكي. كملي لي. وين وصلت؟ كمل. شو اسألني انت احسن، انت اسألني عن شو. كم يبلغ طولها؟ 8. كم شبكة؟ 63 شبكة، 325 لوحة. 325 لوحة. بدي مشط. بالضبط. نعم. ومضاءة. وانت تقفي خلف واحدة منها. ما لم تقولي هذا؟ مو خلفه واحد منها، يعني انا وراء الكواليس. يعني وراء الكواليس انه انا قاعده بشركتي. شو مو انا قاعده. لا يخيف نابه هالطول. الله يكرمك. هو يشبع ان شاء الله، يكون شبع. اذا ما شبع يجي هنا ياكلنا. لا ياكل يعض. ايه كملي. ما صرت كنت تحكي. ايه شو عن جد؟ دقيقة. شو معك؟ سندويش؟ سندويش؟ أي شيء مرتديلا؟ سامين رمضان. في معك مرتديلا تحطيها مشان ما يقرب على هذا الشيء؟ لا لورا. ها؟ هي هذه رجلي وهذه الكاميرا خفية. أنا نمر وأنا بطل وأنا مني.
هلا فيك. انتوا عرفانين؟ عرفانين انتوا؟ لا تخاف خاف تخاف من الاجا ليك وها؟ عن جد عرفان. هلا انا مو ممثله طبعا، يعني صار لي فتره بهي المهنه مالي جديده، بس لحد الان اذا بيجيني اي عرض شغل ورا منه زياد يعني بصراحه ابعد للمليون قبل ما اروح. اهلا اهلا وسهلا يا مرحبا. تفضل تفضل شرف. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا. تحب تشرب ايه؟ كمان قهوه. انه النموذج غير نموذج يجي هاي بتيجي شكلها اهليلجي. شكلها اهليلجي يعني بيضوي. ايه اول مره اسمعها. في مربع وفي مدور. المدور اسمه ايه بقى؟ المدور المدور بيجي اذا كبست الدويره شوي بتصير اهليلي جي. كبست الدويره بيبقى بيضاوي مش كده؟ الدويره كده بتكبسها تبقى كده؟ بتصير مثل البيضه. مش مدوره، البيضاوي من شو جاي؟ البيضه من شو جاي؟ البيضاوي من شو جاي؟ من الدجاجه. البيضاوي شكل هندسي. ما في بالهندسه شيء اسمه بيضوي. مثلث بيضوي؟ لا، يعني في اشكال مش هندسيه مختلفه، يعني في مربع، مستطيل، مثلث. الاهليلجي اهليلجي اهليلجي بيضوي. ايه يعني بالمعنى العامي. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا استاذ محمد؟ الله يخليك. منور الدنيا كلها. اخبارك ايه؟ زي. الله يخليك منورنا. الله على الله. تكونوا حكيتوا مع بعضيكوا ولا ايه؟ اه طبعا باين حكيتوا. ايه استاذ لطيف. عديتهم ما عديتهم شيء 12 بيطلعوا يمكن. تعرف استاذ محمد طبعا. اهلا وسهلا اروان. ما في مشكله، يعني هو بالنهايه اسمه ونصيب يعني. حسب الواحد. ما انت من حقك يعني تجيبي من مكان. يعني تحكي لي انه ما له زمان يمكن. ثلاث سنين بالضبط. خلاص ما مش اكثر من ثلاث سنين. لا مناح مناح. في غراب المطبخ كويسين. انت ما فتح المطبخ. اه ما دخلت. خش المطبخ ليه طيب؟ مش فيك المطبخ ليه؟ ليش دعوه انا بالمطبخ؟ يعني من هون مو من هون؟ من مصر. أنا مصري مش عارف إنه هون مصري. يا أهلا وسهلا. أهلين أهلين أهلين. حشوف هدول الغرفة جوانية. طيب شوف بس حدا سليمة مية مية. أهلا بنشوف بس دقيقتين أنا ما أطول عليك. أي مشكلة. الله يخليك. يلا. أوكي. طول عليهم عشان عايزين نتكلم في الدور شوية. مش لاحقين. في حاجات داخله معلش. انا اسفه انا اسفه المواعيد كده دخلت في بعضها. لا 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 ازاي انا بعت البنت تصور السيناريو. ازاي حضرتك شوفي هاي هي قايل لك عليها خشب برغالي. ده ايه ده السرير؟ خلعت السرير؟ خلعت السرير؟ لا لا هي ان دي اف. اذا قايل لك عليها خشب برغالي هي على المي استاذ بتفنش بتشتش بتفنش وبتفلق. يا اختي انا تعبان بمصرية. في غيري مو تعبان مو فارقه معه. بس في غيرك اي شيء؟ ها هيك وهو قاعد وما بدون ما يسال بدون ما واثق. ايه واثق من الشغلات. نشوف هي. طب انا هروح اشوفه لانه كده طول قوي جوه. واضح انه فك العفش. واضح انه فك العفش كله. طيب على اذن حضرتك. انت ما يعني هيك كل امورك دائما انت قاعد تنهيها؟
أنا بيني وبينك أنا بتحرك بطلع بعالج الشغلة فوت عوض النوم اليوم بطلع لخزانة بنزل تحت التخت شوف قيم الفرشة فشل كله عينه منيح بس كيف عشان الواحد ما ينغش طبعا وايام جيب معي عده بالشاكوش بضرب على الباب بين معي انه فشل منيح مو منيح المفروض تعرف يعني خبره هي لك هي في معرفه قديمه بينك وبينها لا انا اول مره اشوفها اول مره انا قبل منها شاري كان عنده بيت بالمهندسين تحت اخذت منها العفش كامل بعتني اياه وكان في هضره منيحه كويسه نعم ايه يا ناشفين احسن لك من كل هالشغل اطلع منها اطلع من شغلك اطلع منها خلص ادور لك على رزقه ثانيه ادور لك على رزقه ثانيه رزقه ثانيه تلاقي لك عفش هون يا عم عفش ايه؟ مليان البلد مليان عفش ايه اللي بتقول عليه؟ انا ماليش علاقه بالعفش بس شوف الواحد اشتغل عفش إيه؟ انا مش فاهم انت عمال تكلمني بقالك نص ساعه او ساعه على عفش وعلى اوضه نوم ايطالي واوضه نوم عفاريت زور في ايه يعني؟ خد ناشفين اطلعنا يا عم ناشفين ايه وطريين ايه يا عم انت مش عارفني؟ مليان محلات كلهم بيبيعوا عم محلات ايه؟ محلات ايه؟ وانا انا مالي ومالي المحلات وانا مالي ومالي العفش وانا مالي سدى برانيه واطلعنا يا عم برانيه ايه وصوانيه ايه؟ بس تجي صاحبة البيت الا انه خلص انا ما بدي واطلع انت من الموضوع وانا اترك لي الباقي يا سيدي باقي ايه؟ انا مش عايز منك حاجه شوفك تحت يا عم ما تشوفنيش شوف نفسك انت هلا انا بركزك يا سيدي انا الفنان محمد متولي وجاي هنا عشان امثل في مسلسل ها شغلتك مسلسل انت محمد متولي ايوه انت الفنان محمد متولي ايوه هو الفنان محمد متولي طبعا طبعا الفنان محمد متولي مين ما يعرفه مين استاذ محمد متولي ايه استنى ايه مين محمد متولي طبعا وانا زياد معرفكش زياد مين يعني انت عارف مين زياد لا خالص طيب حورجيك مين زياد صورني صور صورني خد مني وابدع وما تسيبني خمد وصف وضع احمد بينا فرفش يا بوعي للفرفشة فيها فرفش يا بوعي للفرفشة فيها انا كنت خلاص على فكرة يعني ايه هتخبط ان شاء الله تكون عجبتكم فقراتنا لليوم وهلا ما رح اقلكم غير بنشوفكم بكره على خير.